سنين الظلم نسيتني الكلام يا سعادة البيه. استنى يا جاي، انت النهارده خارج للدنيا من جديد، لازم تنسى كل اللي فات وتبتدي حياتك بأمل وتسامح. احيي لي اللي مات وهات لي اللي ضاع ورجع لي 25 سنة من عمري وأنا أنسى وأسامح. هعملها دلوقتي لما تجرب انت الجواز الاول وتقول لي ايه الاخبار. طبعا اذنك. راح فين؟ لما اجرب الجواز عشان اقول لك. الواحد يطلع سلالم زي دي في ليلة زي دي. يا عروسة يا حسن، عريسك وصل. أيوه. لا لا يا سجابر. يا سلام، أحمدك يا رب. طول عمري نفسي أتجوز واحدة بتتكسب بالشكل ده.
عروستي ضاعت مني يا جدعان. عروستي مين كان يصدق يا بدور ان ربنا هيقبل دعايا ويحقق لي الامل الوحيد اللي اتمنيته منه وانا وانت بينا ببيت واحد؟ ما كانش امل في وحدك يا جابر. انا كمان ما كانش في يوم يعدي عليا من غير ما ادعي ربنا انه يجمع بينا. ده احنا مبروكين بقى ودعواتنا مستجابه. اكيد فينا شيء لله بينا. اكتر من كده اتكسف اكمل. وانا كمان. طب تيجي نعمل زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حسين صدقي بتاع ماري منيب وعلي كسار. هما كانوا بيعملوا ايه؟ اقول لك. افلام زمان في الحقيقه يعني انا اصلي ما لحقتش اكمل رايي. وماله؟ نعيد الفيلم تاني وتالت ورابع. كوني رايك على اقل من مهله. ايه؟ وقفت الفيلم ليه؟ كهربا اتقطع. أنا قصدي أسألك سؤال بصراحة وتجاوبيني عليه بصراحة أكتر. سؤال إيه؟ هي كل العرايس عسل كده؟ ولا أنت بس اللي عسل عسل لوحدك؟ هذا معاك بقى، ما تكسبنيش أمال يا سيدي. لا أنا بتكلم جد، أنا بشيم في المواضيع دي. طب سيب الأسئلة دلوقتي وخلينا في الفيلم اللي كنا فيه. ماشي يا عسل. اخ الواحد ذاكرته بقت وحشه قوي. تصوري انا نسيت احنا وقفنا في انهي حته في الفيلم. ايوه بالاذن. ثانيه واحده ورجع لك وحياه النبي. يا عاد هيمه، عاد هيمه ولا هيمه ولا عريس. اتجوز على مسؤوليتي يا ولد. الجواز حلو قوي. انا عاوزك يا ولد. استعد رجاله. الحق يا هيمه. خير يا بلوه؟ رجاله الدمنهوري محاصرين المعلم القصي في المينا وبيقولوا ارديته مالت فض المركب يهضربوا المعلم والرجاله اللي معاه. مين رجاله؟ وانت بتاع المزيكا خليك قاعد تدوق في المزيكا لحد ما نرجع لك. في ايه يا جاب؟ الواد برقوقه بيقول ان رجاله المعلم الدمنهوري عايزين يستفردوا بالمعلم القصي في المينا ويتخانقوا معاه. طب وانت رايح فين؟ ازاي بقى؟ ده المعلم بتاعي ولازم اجيب حياتي. حتى في يوم فرحك؟ وانا رايح فين يعني؟ دي كلها خناقه نص ساعه هنضربوا فيها 10 15 20 واحد ونرجع لك على طول. تقعدي انت بقى تضربي فيا للصبح. طب خليك فاكر بقى احنا وصلنا لحد فين في الفيلم.
مش كل شويه اللي هفكره. ايوه ايوه. اطلع يا جمال وريني مبدعتك. اهو ايه برضه لما المعلم يطلع ويوسخ ايده في شويه عيال زيكو؟ لا اتحرك ليك وهيترف النار. والله عرفت تشيل مسدس كمان يا شاويره. الملكي فيه ورديتنا واحنا اللي هنفضيها. ورديتكوا لسه ما ابتدتش، فاضل عليها ساعه. اظن انتوا اللي هتفضوها بعد ساعه يعني. نفضيها وقت ما نفضيها، ما دام احنا اللي ابتدينا يبقى احنا لازم نخلص. كملوا الشغل يا رجاله. الحسام يا ابن المليان. هوبا. الطلقة الجاية في المليان. حلاوتك يا عريس. حلاوتك يا ولد. خير يا معلم موسي؟ كل خير يا سعادة البيت. مفيش حاجة أبدا. سالم بيت اتصل وقال إن رجالة الدمنهوري عايزين يعطلوك أنت ورجالتك عن الشغل. دي كانت مشكلة على توزيع الشغل بين ورديتنا وورديتهم، وخلاص الحمد لله راحت لحالها. على العموم سالم بيه كان عايز يجيلك بس عنده اجتماع في الاتحاد الاشتراكي. البركة في سعادتك يا بيه. تحبوا نعمل محضر؟ لا لا لا، الرجالة ما تعملش محاضر لبعضيها أبدا يا بيه. على العموم لو حصل أي حاجة أنا موجود في القسم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة يا بيه. هو البيه الظابط بيتكلم عن سالم بيه بتاع الاتحاد الاشتراكي يا معلم؟ طبعا يا هادي، انت مش سامعه بعظمة لسانه وهو بيقول لولا عنده اجتماع في الاتحاد الاشتراكي كان جيب نفسه. الله، ده انا القوصي يا هادي. ايوه يا معلم، انا عارف انت القوصي. من ايه ده انا يا معلم قوصي؟ انت عارف بقى الليله عندي اجتماع في الاتحاد النسائي. سلامة يا جابر، طول عمرك شهم وابن حلال. تعيش يا معلم. سلامة. وانا كمان بالاذن يا معلم. ايه عندك اجتماع انت كمان؟ لا، رايح اكمل راسي في الفرح، المزيكا بتدق على الفاضي، عن اذنك. الله، بالاذن انا كمان اروح اشوف شغلي. بقول ايه؟ ما تيجي نكمل الفيلم. انت لسه فاكر؟ طبعا، حتى بالاماره كنا واقفين هنا. نعمين. هي الافلام اللي انت شفتها يعني فيهاش غير المنظر ده بس؟ لا اطمني، هقوم اطفي النور واجيب لك الفيلم من اخره. يا حاج، انت يا حاج، وصلنا خلاص. مبروك يا هلا، جالك ولد. ينصر دينك يا هيبه، اديني
موسى. انا ابراهيم. ما جتش الشغل اللي انا قايله. اصل النهارده معلمي شغال صافي دايق. لا يا اخويا. اصل جماعه الاستاذ جابر كانوا بيولدوا عباره عندك النهارده. هو قال يا هيما انا هروح الشغل وخليك انت جنب الجماعه لحد ما يولدوا. قلت له نعم يا اخويا. ليه؟ انا شغال عند ابوك خدام. انا جريء قوي يا معلمي. ما تخلصني يا هاب. ما تقولي وبعدين يا هاب. انا جاي لك اهو يا معلمي في الكلام. انا اقنعني هو بقى. قال لي يا هيما انا سواق ونش مهم وانت راجل تافه. انا فكرت في كلامه لقيته مظبوط يا معلم. حكيم انا اقتنع بسرعه قوي يا معلم. يا هاب خلصني يا هاب. قول لي يا جماعه الجابر خلفه ايه؟ ما هو خلفه ولد. ما هو ايه؟ واد زي القمر يا معلم. نازل مدبب ومكبب كده ومكعبر. ما تقولش سواق ونش هو كمان. الف مبروك يا جابر. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يخليك يا معلم. يلا روح اطمن على الجماعه. استنى. خد حلاوه المولود. الله يخليك يا معلم. الله يخليك. سلامه. انا معلم. وانت ايه؟ ولدت انت كمان؟ لا. حامل؟ لا. امال عايز نتيجه ليه؟ عندك حق. حكيم انا اقتنع بسرعه قوي يا معلم. استنى جابر. في البدايه. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر الله اكبر. الحمد لله على سلامتك يا ام مرسي. الله يسلمك يا سياد. انت خلاص سميت مرسي؟ احنا مش اتجوزنا في المرسي ابو العباس؟ اه خلاص. يبقى مرسي جابر محامي لجميع انواع القضايا. وكمان عايز يطلع محامي؟ امال عشان يدافع عن المظالم. لا يا اخويا انا عايزاه يطلع ضابط. اشمعنى ضابط يعني؟ بيقولوا اليومين دول اللي معاه شهاده ضابط ينفع يشتغل بيها دكتور ومهندس ووزير كمان. انت بتقري سياسه من ورايا. ماشي كلامك. يطلع ضابط زي ما انت عايزه عشان يدافع عن المظالم برضه. ايه ايه يا حبيبي ايه؟ وساعتها انا بقى بروح اقعد على القهوه واحط رجلي على رجل واللي عاوز خدمه بالاسم يجيني عشان اكلم له على الضابط. لا انا ابني ما يعرفش الوسط. اخويا ما تعمليش فيها بتاع بقى. ويعني انا كنت قصدته في ايه؟ دي حته خدمه انسانيه مش كده ولا ايه يا عالظابط؟ تمام يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا الف اهلا يا الف اهلا. سالم جيب نفسه هنا. ايه الهنا ده؟ هو ده الصندوق يا اوصي؟ اه ما عشان كده انا لمؤاخذه واقع. خليه ينزله بالراحه احسن يقع والمستخبي يبان. لا ده ما تخافش. الواد جابر ابدع سواق وينش في المينا حالا. أهلاً يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً. منورة المينا. تعيش يا معلم. المينا منورة برجالتها. أم الفيلا مؤاخذة المحروس الصغير. سبته مع الجيران. خلينا استريح من دوشته شوية. بالإذن يا معلم. ألف سلامة يا قمر. أمال مين الغزال الإسكندراني ده؟ دي بدور مراد جابر سواق الونش. بدور؟ دي بدر البدور يا راجل. الله 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 الله. كوبري سليم بيه. بيه دي هي اللي بيه وباشا كمان. جابر ايه خير يا عبدود؟ ما هنش عليا كل واحد وكمان ما هنش عليا ما دقش الاكل وهو مولع. ده انا اللي مولع. خلاص مدام في المينا يبقى رسينا. ان كان عليا انا رسيت من زمان من يوم ما شفتك وكلمتك وانا قلبي اتعلق بقلبك. هيوخ ده ولا كلام الاغاني يا جدعان. بلاش دلع بقى. عليا النعمه لو قلت لي كلمتين حلوين من دول كمان لكن سايب الونش وسابقك على البيت. لا خليك في الونش انا اللي هساعد بس اوعى تتاخر عليا. اتاخر وانا بقيت قادر اكمل شغل.
تسلم ايدك. ما شاء الله. طب وحياة النبي انتوا هتجننوني، بقالكوا 3 سنين وشويه متجوزين ولسه بتغسلوا بعض. شيختين حسوا بعينك، امسك الخشب يا جدع. اها. عارف انا لو عشت مع الدور 100 سنة هفضل احبها زي اول يوم شفتها فيه. ربنا يخليك ليا يا جابر. ربنا يخليك ليا يا الدور. طب ممكن تبطلوا بقى بصبصه لبعض وجاوبوا على السؤال ده؟ اتفضل. عايز ايه؟ الاكل اللي معاك ده بيتي. ومسبك كمان. وانا ليا فيه؟ طبعا يا هيما. هي معقوله بدور تنساكي؟ ربنا يخليكوا للغلابه وجعلين امثالي. ولا يا هيما، انا عايزك في كلمتين. من عينيا يا جميل. تعالى معايا. عن اذنك. تأمري يا ست الكل. تأمري يا ست الكل. تأمري. ايه؟ في ايه؟ لا، ده سر بيني وبين هيما، مالكش دعوة بيه. ايوه، سر بيني وبين هيما، مالكش دعوة بيه. انا ماشية بقى يا جاب، استناك في البيت. ها؟ بلاش سيرة البيت دي. سلام. هات يا حبيبي الأكل. هات. وريني. بسم الله. هي كانت بتقول لك إيه؟ لا، كل. أهلاً أهلاً يا ست الكل. أهلاً يا بيه. يا ترى عرفاني؟ يا سلام، هو في حد في اسكندريه كلها ما يعرفش سالم ده؟ بقول لك ايه؟ انا مروح دلوقتي، تحب اوصلك على السكه؟ فين طريق من طريقك يا بيه؟ ده احنا ساكنين في حته يوم ما يعدي بيها تاكسي كل الستات تزغرط والرجاله تسقف. ضحكيني يا دكتور. تعرفي صحيح القصه جابر عرف يختار احلى بنات في اسكندريه. ربنا يخليك يا بيه، ده بس من ذوقك. مع السلامة. حتة الماس. هلا ابراهيم. ايوه معلم. بقول لك ايه؟ اه معلم. عايزك تبلغ كل الرجالة انهم معزومين عندي، هم وستاتهم وعيالهم في فيلتي الجديدة يوم الجمعة الجاية. يدوم يا معلمة. أبلغكم كلهم، بس يعني لو واحد عازف زي حياتي مش برضه من حقه ياخد شوية أكل وهو مروح. يا طفل يا معلم. أهلا يا هيما. ميه. إيه؟ أمال البدور فين؟ ربنا أنا لو حصل لعقلي خلل هيكون بسببك أنت ومراتك. ليه حصل إيه؟ بالنهار في المينا قالت لي عدى عليها العصريه عشان عاوزاك في كلمه سر، ولما جيت قالت لي والنبي يا سي ابراهيم خلي معاك الضابط مرسي، ولما يجي جابر قول له حصلني مطرح الشمس ما بتطش. وايه اللي خلاك سمعت كلامها؟ بقول لك قالت لي والنبي يا سي ابراهيم يا سي بالفم المليان، وانت عارفني بضعف قد ايه لما حد بيحترمني. امال فين بقى حضره الضابط مرسي؟ وكلته قعدت الاعب فيه لغايه ما نام، لغايه ما كان هينامني انا كمان. طب اسمع بقى يا سي ابراهيم، خلي بالك من حضرة الضابط لحد ما ارجعنا. وانت رايح فين؟ مطرح الشمس ما بتطش.
بالذمه مش غريبه ان المعلم القوسي يعمل العزومه الكبيره دي للرجاله وهو بخيل زي ما انت عارف؟ ايه الغريب اللي فيها؟ والراجل قالك بمناسبه سكنه في فيلا جديده. الحاجه الغريبه اللي تنقل العقل صحيح الامل اللي نزلت عليه في الكام سنه الاخيره دول. جراس تبدور والراجل عازبكوا عشان تاكلوا ولا عشان تقروا عليه؟ وبعدين انا مش فاهم قصدك ايه بالظبط. جراي يا ابراهيم، هو انت غريب؟ هشرح لك. العربيه بعد ما كانت فيا ماركه زقني ودفعني بقت مرسيدس يا اخويا، ماركه تركبني ودلعني. والسكن بعد ما كان اسطر يا ستار بقى سرايا، العقل فيها يحتار. ايه ده؟ اول مره اسمع بدور بتردح بالشارع. الصنف المره دي كان اكسرة لدرجه انه انشال كله مره واحده. يا سلام يا عوصي، يا سلام. الضمير مطلوب حتى في تجاره المخدرات يا عوصي. انا طول عمري لا احب لا الغش ولا الغشاشين، ثم يلزم بها جماهير الشعب الكادحه القاعده العريضه تحشش حشيش مغشوش. حلاوتك حلاوتك يا سلام بيه، هو ده الضمير الهب ومحقه حق. من اذن يا بهوات اجدعها دكتور وصل. اتفضل يا دكتور نزيه. مساء الخير. اهلا اهلا يا دكتور نزيه، اتاخرت ليه يا اخويا؟ اعمل ايه في الشغل يا سيدي؟ تصوروا وانا مخلص النبطشيه وجاي على هنا جالي واحد عيان حالته وحشه قوي، قعدت اكشف عليه حبه واخيرا اكتشفت ان انا هتاخر على الحفله، سبته للقضاء والقدر. يا سلام يا سلام، مؤمن مؤمن قوي الدكتور نزيه. بتاع ربنا اللي امه داعيه عليه يروح للدكتور نزيه. طب روح شوف لي كرسي يا بلسان طويل. الكرسي اهو يا حبيبي ومامضي كمان. بصراحة نوعية العيانين اللي في المستشفى دي نوعية مقرفة قوي، محل فشل لط. كان غرضي برضه يا سالم بيه تكلم لنا حد من اللي فوق يشوف لنا مستشفى من اللي برضه فوق عشان نقبل فوق. من عينيا يا نزيه، أنا أول ما هشوف وزير الصحة أنا هكلمه. ويا ريت تفتكرني أنا كمان يا سالم بيه. هفتكرك بيه يا عوز. الله، انت مش كنت وعدتني بمنصب سياسي ولا هترجع تقول لي بقى ما انتش متعلم يا معلم؟ لا لا لا، طامن قوي يا عوسي، قريب قوي انا حاول. ولعلمك الخاص انا في الاتحاد الاشتراكي يهمنا اهل الثقه مش اهل العلم والخبره. وفي ثقه اكتر من دي بيننا. انت قلتها وعندك حق يا عوسي. انما انت جايب رجاله المينا كلهم بعيالهم بستاتهم بره ليه؟ اوامر سالم بيه يا سيدي، قال ايه عايزني اكتسب شعبيه. دلوقتي احنا نسيب الويسكي ونطلع نشرب شاي مع القاعده الشعبيه العريضه للجماهير الكادحه. شايف السياسه بتتلون ازاي يا معلم؟ ادينا بنتعلم يا دكتور. ها يلا بينا الى القاعده الشعبيه العريضه. لا، القاعدة دي أحلى من القاعدة الشعبية العريضة يا جماهير القادحة. بلانا والشيفة أحلى بدور. يا سلام، ده الحب والدلع ده كله بتوكلها في بقها. دي مراتي أنا وأم حضرة الضابط مرسي. أختي، طب أنت غيران ليه؟ الله، تعلقت بجد يا سليم بيه. البنت حلوه قوي يا اوصي، طعم تاني، لا ولون تاني غير اللي بنعرفهم خالص. الله، ترايا يا جماعه دي بنت غلبانه ملهاش حد. انا مستعد اتبناها يا اوس، وهو كله بثواب. قلت لك قبل كده متجوزه جابر سواق الونش. انا قلت لك اتجوزها، انا قلت لك اتبناها واتبنى الونش. طب ودي تترتب ازاي؟ ما تترتب يا اوس،
زي ما انا برتب لك المركز السياسي تركب لي انت المركز العاطفي. خلاص ولا يهمك يا سالم بيه، كله يترتب. هو مرسي فين؟ مش هنمشي بقى يا جابر؟ بيلعب هناك. يلا نمشي. طب فين المعلم جاي؟ يمكن يدينا فلوس ولا معهوش الشتا. لا جزيل. مبسوطين يا اولاد؟ اخر انبساط يا معلم. دايما عامر يا معلم. عامر بيكم، احنا لينا بركه لرجالتنا. الله يبارك فيك يا معلم. يعني بعد اذن حضرتك، يعني عايزين نستاذن احنا، اصل مرسي بيه عامل قلق هناك. مرسي بيه؟ مرسي بيه مين؟ مرسي بن جابر. ما هو من يوم ما اتولد واحنا مسمينه حظابط مرسي بيه. بقول ايه يا جابر؟ نعم يا معلم. انا عايزك بكره تنزل مصر توصل لي مبلغ لجماعه قرايبك. انت عارف الدنيا وحشه والفلوس فيها طمع، وانت اخويا وحبيبي اللي بعتمدك. رقبت يا معلم، وهي فرصه اخد بدور ومرسي بيه ازورهم المشايخ والاوليه. لا مش كده، دي مهمه شغل. انت هتنزل بالعربيه ومعاك السواق، تخلص وترجع على طول. انما بقى فسحه بدور ومرسي بيه وفسحتك انت كمان بعد كده اسبوع في مصر على حسابي. ها مبسوطه يا حلوه؟ ربنا يخليك يا معلم. طب وانا يا معلم؟ هو انت حاشر نفسك في كل حاجه؟ والله ما انا مساعد بتاع جابر في الويلش والداده بتاع مرسي بيه في البيت. خلاص يا سيدي، عشان خاطر مرسي بيه تبقى تروح معاهم. الله يبارك فيك يا معلم. خلاص يا جابر، وضب نفسك عشان تسافر بكره. حاضر. ايه؟ انا بروق يا ست بتور. ايه في ايه يا بروق؟ المعلم القوسي قال لي ادهلك بسرعه، يظهر في حاجه بخصوص وصه جابر. حاجه ايه؟ جابر جرى له حاجه؟ ما قاليش، انما خير بسيطه ان شاء الله. انت في حاجه مخبيها عليا؟ بسرعه يا ست بدور. طب استنى اجيب مرسي واجي معاك حاجه. يلا يلا. اشرب يا جميل. انت اللي جميل. جميل جمال. كله تمام يا معلمة، العصفور دخل العيش. براو عليك يا بروة. من غير مؤاخذة، ايدك على الاتفاق. عشرة جنيه عشانك يا هلا. تشكر تشكر يا سيدي المعلمين. بالشرفي، انت اجدع معلم يا معلم. معلم معلم. الله 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 الله. ايه 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 واحدة 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 واحدة. جابر ماله يا معلم؟ جابر بخير الحمد لله، قدر ولطف. يعني ايه جابر جرى له حاجة؟ حادثة بسيطة. ايوه حادثة؟ حادثة بسيطة بسيطة. هو الدكتور قال ان هو يجب انه يستريح يومين ما يتحركش. وهو في اي مستشفى دلوقتي؟ مستشفى ايه كفالة الشهر ده، مستريح فوق في اوضه الضيوف. احنا ما كناش عايزين نخدك، انما هو صمم بقى عايز يشوفك. وديني ليه ابوس ايدك يا معلم. قوي قوي، اتفضلي ورايا. بقول ايه، خلي الواد معايا عشان ما يخنكيش. ربنا يخليك يا معلم. تعالى يا حبيبي. شفتي ضحكنا عليك ازاي؟ ايه الحكايه؟ جابر بخير، هو لسه في السفر مش راجع بكره الصبح. وما بعتولي ليه؟ عايزين مني ايه؟ نتسلى شويه، قعدت حظه في فرفشه. ده انا هخليكي تلعبي بالفلوس لعب. وانا مال الدنيا كله يخليني اعمل حاجه تغضب ربنا يا كفره. لا تعالي تعالي، ما تخافيش تعالي. بقول لك ايه، انا واقف بره والسكينه في ايدي اليمين وابنك في ايدي الشمال. لو سالم بيه خرج زعلان هخلص على ابنك وعليكي، انما لو خرج مبسوط هترجعي بيتك معززه مكرمه، ولا من شاف ولا من ديري. فامان يا حلوه. يا كلاب يا كلاب، حرام عليك. تعال تعال.
بقى لنا 3 ساعات واقفين. اعمل حاجه في العربيه يمكن تدور. انا بشتغل قدامك اهو، فقدرتش هتعمل حاجه انت. اعمل ايه؟ انا سواق وينش يا ابني مش ميكانيك سيارات. خلاص نقعد فيها للصبح بعدين احلها ربنا. اقعد فيها لوحدك، انا وصلت الامانه وخلاص. انا ما اقدرش اسيب مراتي وابني لوحديهم. مش كده يا جابر؟ انت يا جدع. خد اسكندريه يا عم معروف. اعمل له ايه بقى؟ انا حبيت كل حاجه. عقبال البكار يا عريس. عقبالك انت يا دكتور الهنا. مش قلت لكم انها هتوافق طوالي؟ طوالي مين؟ دي ما وافقتش الا والسكينه على رقبه ابنها. يعني كانت معترضه؟ قول له انت بقى يا سالم بيه. دي بهدلتني بهدله اللي هي. بس بيني وبينك البت تستاهل. ايوه بس كده يعني تبقوا دخلتوا في جريمه اغتصاب. جريمه ايه بس؟ هو كان حد شايف حاجه؟ مش يجوز يعني انها تحكي لجوزها على كل اللي حصل؟ في واحده تحكي على فضيحتها. لنفرض يعني 1 في المليون انها حكت لجوزها عن كل اللي حصل. عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هيحصل ايه يعني؟ فضيحه بجلاجل لراجل السياسه، مصيبه لراجل الاعمال، والنار اللي ما بتحرقش بتلسع. الدكتور نزيه عنده حق. الله، انتوا ناويين تطيروا كاسيلي في دماغي ولا ايه؟ ما احنا لازم نعمل حساب لكل حاجه يا معلم. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا نخلص منها ونستريح، بس الاول نشوف اذا كان حد شافها وهي جايه على هنا ولا لا. انا برواق. انت زفت يا عيوني الزفت. حد شافك يا واد وانت جاي بدور؟ حد شافني؟ عيب يا معلمه، ده انا واعي للحاجات دي قوي. خلاص اطلع خلص عليها هي وابنها وتويهم في اي حته. اخلص؟ اخلص على مين يا معلم؟ بدور يا واد. بدور؟ بدور ما مشيت يا معلم. ايه؟ مشيت؟ ايوه مشيت، ولسنت كده بشويه كلام قبل ما تمشي انها هتفضحكم في البلد كلها، بس الكلام ده بقى بتاع وقته من زعلها يعني. محدش طلب رايك. انت تتفضل وراها في البيت في الشارع في اي حته، المهم انك تخلص عليها قبل ما جوزها يرجع تاني يوم الصبح. انت فاهم؟ فاهم، بس من غير مؤاخذه الكلام ده يلزم له اتفاق تاني. ادفع لك اللي انت عايزه. وانا خدام اللي يدفع. يا بدور. يا ام حضرة الضابط. بدور. ايه اللي حصل؟ ايه اللي قطع هدومك كده؟ بدور خلاص. بدور ماتت يا جابر. قتلوها المجرمين بعد ما قتلوا شرفها وشرفها. فهميني ايه اللي حصل؟ أرجو عرضك راحوا يا جابر، خدهم اللي ما بيرحموش. بدور فاهميني، أنت بتتكلمي عن مين؟ المعلم اللي بتفديه بروحك وسالم به نصير الغلابة اغتصبوا مراتك. اغتصبوها والسكينة على رقبة ابننا الغلبان، وكانوا حطوه على رقبتي أنا ما كانش همني. ما ضيعت روحي بدل ما ضيع شرفي. طب يعملوا كده ليه؟ ايه اللي ناقصهم في الدنيا عشان يعملوا كده؟ انت حظهم يا رب، انت حظهم. جابر Yeah.
المسألة بسيطة جدا. راجل مجرم رجع من السفر لقى مراته مع عاشقها، اتخانق معاها وحدفها من فوق السطوح فماتت. جه اتحامى في المعلم، المعلم رفض انه يتستر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهتحكي تاني بكره البوليس، لان كل الناس تعرف حياتك يا كلاب. عايشة ايه يابا؟ عايشة ايه؟ دي زمانها بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشة ايه يابا ده؟ وبإيديا. وانا اللي عينت الجثة. كلاب كلاب كلاب. محكمة حضوريا على المتهم للأشغال الشاقة المؤبدة. ليه سكت طول الجلسة؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه، وربنا هيحكم باللي شافه. أنا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الأيام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم، لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابه مليانه وحوش ومجرمين هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول ايه يا جابر؟ طب ابوس ايدك، ما تعلموش الاخلاق، علموه يطلع مجرم شراني وكل يوم كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه، عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع الكلاب. لا يا جابر لا، مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجه كبيره زي ما اتمنيت له انت وامه. اتفضل بقى كده. اعمل اللي قلت لك عليه يا ابراهيم، هات يزورني دايما في السجن ويشوفك مسلول ورا الغضبان عشان النار تفضل قايده في قلبه لحد ما اخرج. طلعه مجرم يا ابراهيم، طلعه مجرم. فضلك يا معلم. نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوصي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ، يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك، ده اكبر تاجر في البلد، ده بيلعب بالملايين لعب. ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه، لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان، وسالم بيه بقى قاعده في البرلمان. الله، بالعافية. انت ما عندكش فكرة على اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيدة، يا دوبك واصل النهاردة. تشكر يا معلم. السلام عليكم. Thank you.
زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه ابراهيم النص، لسه موجود. ابراهيم النص؟ ايوه. انا بقالي ساكن هنا 15 سنه ما سمعتش على الاسم ده ابدا. مين بيسال عن ابراهيم النص؟ انت تعرفه؟ اللي اعرفه ده راجل طيب وابن حلال، انا اعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه. يا بركة النبي. لا مش عارفني يا ابراهيم. معاك حق، من 25 سنة. جابر، جابر معقول؟ أنا مش مصدق عينيا. الحمد لله على سلامتك. خرجت إمتى؟ نتكلم على الباب يا إبراهيم. لا طبعاً، اتفضل يا جابر، اتفضل. خايف لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنه من غير ما يسال عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خساره، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني، ونسيت ان ليا عندك اغلى امانه، ابني مرسي. أنا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ أنا عارف إن التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا أنا كمان. لكن لكن إيه؟ اتكلم يا إبراهيم. كان لازم أعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا ابراهيم؟ مرسي فين؟ ظابط ابني طلعته ظابط؟ وده الإجرام اللي أنا قلت لك تعلمه له؟ مفيش يا جابر، أب بيتمنى إن ابنه يطلع مجرم. أنت كنت بتتكلم في لحظة غضب، مش داري اللي بتقوله. أنا حققت أمل كان عند المرحوم أمه وعندك أنت كمان. ويا ترى حكيت له على اللي جرالي أنا وأمه؟ ولا دي كمان ما عملتهاش؟ ما قدرتش. ليه؟ يا جابر، مرسي كان طفل صغير، حبيته وعشت ليه، اعتبرت ابني واخويا وكل حياتي، خدته معايا وسافرت واتنقلت بيه من بلد عربي لبلد تانية والتالتة. كنت بشتغل واتعب ليل ونهار عشان اقدر اربيه وراعيه، لحد ما حوشت قرشين جبته وجيت على مصر وفتحت انا مطعم عشان نقدر نعيش منه، ودخلته المدارس عشان يكمل تعليمه. مع الوقت لما ربنا اكرمنا المطعم كبر ومرسي كبر وبقى احسن ضابط في المديريه. ده كله يا جابر، طب انا غلطان؟
سألكش عن أمه ثار. وقلت له إيه؟ قلت له توفت. وأنا قلت له إيه عني؟ قلت له إيه عني يا إبراهيم؟ أنا عملت له شارب ولادة باسمي. باسمك؟ أمال كنت حاضر أسافر بيه إزاي بس؟ يعني بجرة ألم لغيت ابني من حياتي ولغيتني من حياة ابني. ما تظلمنيش يا جاب، أنا قمتي بواجبي بالنسبة لمرسي. ربنا عالم وشاهد أنا عملت إيه لحد ما وصلته اللي هو فيه. المسألة دلوقتي بين إيديك يا جابر، إعمل اللي يريح ضميرك، بس ما تنساش إن أي صدمة ممكن تضيع مستقبله وتفتح له جروح مش هيقدر يداويها. عايز تفهمني إني لازم أختفي من حياته؟ سبحان الله، أنا قعدت 25 سنة في السجن بحلم باليوم اللي أخرج فيه عشان أشوفه بعينيا وألمسه بإيدي وأضمه لصدري، ويوم ما أخرج ألاقي نفسي بقيت نقطة سودة في حياته، نقطة سودة أتوسخ بدلته الميري. على فين يا كابر؟ همشي قبل ما يرجع ويشوفني ويسألك أنت بتعرف الناس الحقيرة دي منين يا ولدي؟ ما تقولش كده يا جابر. طب هتروح فين وهشوفك إزاي؟ أنا هبقى أتصل بيك. طب دقيقة واحدة أجيب لك قرشين تخليهم معاك. لا، كفاية اللي عملته لمرسي. أنا برضو أب كنت متضايق لأني اتحرمت منه، فأنا برضو فرحان لأنك وصلته لبر الأمان. مش هتقول فين المسروقات؟ ما أعرفش عن حاجة يا بيه. ما تعرفش حاجة عن لا يعني ما تعرفش حاجة عن المسروقات؟ لا يا بيه ما تعرفش. هعترف يا بيه، هعترف يا بيه، هعترف يا بيه. أنت فين في المقابر يا بيه؟ في المقابر؟ أيوة يا بيه. صباح الخير يا بدور. ممكن يصدق يا بدور ان ربنا يتقبل دعايا ويحقق لي الامل الوحيد اللي اتمنيته مني، وانا وانت نبقى في بيت واحد؟ ما كانش املك لوحدك يا جابر، انا كمان. ما كانش في يوم يعدي عليا من غير ما ادعي ربنا ان يجمع بيننا. ده احنا مبروكين بقى ودعواتنا مستجابه. اكيد في شيء لله يا بنت. وحشتيني، وحشتيني قوي يا بدور. عن اذنك شوية، تعال يا عسكري افتح القبر ده. لا لا لا، خليك في حالك وسيبنا نشوف شغلنا. من فضلك ابعد عن القبر ده يا عم، احنا بنأدي واجبنا. هو شغلة البوليس الايام دي فتح القبور على الاموال؟ انت هتفهمني شغلي؟ بس القبور لها حرمة زي البيوت تمام. ما تزعلش مني، انا باخد ودي معاك، انت برضه زي ابني. في مجوهرات مسروقه ومدفونه في تربه من دول، وواجبنا نلاقيها ونرجعها لاصحابها.
انتوا ليه ما بتزودوش الحراسه من الاول في الشوارع عشان السرقه ما تحصلش من اساسها؟ عارف على ايامنا لما كان عسكري الدوريه كح الناس كانت بتترعب. انت غاوي منارة؟ انا مش جاي هنا عشان اتكلم معاك في ايام زمان وايام دلوقتي. سيبنا نشوف شغلنا. شفت شفت اديك اتحمقت تاني وزعلت. تعرف ضباط زمان كان بالهم طويل، لكن انتوا يا شبان الايام دي اعصابكم مش مستحمله. انت بتلف وتدور عاوز ايه بالظبط؟ بصراحه عايز افضل اتكلم معاك شويه. ليه بقى ان شاء الله؟ صاحبي؟ قريبي؟ انا اصلي كان ليا ابني في سنك والايام فرقت بينا. لما شفتك قلبي ارتاح لك، حبيت اخد ودي معاك في الكلام. جايز ما نتقابلش تاني، وجايز لو اتقابلنا ما كنتش في وقت نتكلم سوا. دايما المطرات يا فندم. سبقوني على العربية. حاضر يا فندم. ربنا يحميك يا حضرة الضابط. أنا آسف إذا كنت اتعصبت عليك شوية. بالعكس، أنت كنت بتأدي واجبك وده شيء يسعد كل أب. كل إنسان. عن إذنك. مع السلامة. يا ابني. شفت ابنك مرسي بقى راجل ازاي؟ بيشتغل ضابط زي ما انت كنت عايزه. قعدت اطول في الكلام معاها عشان تشوفيه وتسمعي صوته. ادعي له معاها يا بدور ان ربنا يحميه ويصونه. حضرتك شغالة دكتورة في المستشفى هنا؟ يا ترى العلاج عندكم كويس؟ أصل أنا قلبي تعبان قوي. بوب 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 بوب. وقالوا لي إن هنا في دكتورة قلوب كويسة قوي. بعدين يا أستاذ. لا 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 لا، من غير زعل أرجوك. إذا ما مشيتش دلوقتي هلم عليك الناس وأجيب لك العسكري وأقول إن هو أنت بتعكس في الشارع. معقولة الجمال ده كله يبقى بالشر ده؟ يا فندم قلت لحضرتك ان انا مريض وقلبي تعبان. بوب 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 بوب. عارف تصرفك ده معناه ايه؟ معناه اني تلقيحه. طب وعايز ايه بقى دلوقتي يا استاذ تلقيحه؟ عايز افضل جنب حبيبي العمر كله. لو ده حقيقي ما كنتش سبتني في المستشفى ساعه استناك بعد ما ورديتي خبر. ثانيا كنت جيت اتقدمت لبابا وخطبتني منه زي ما اتفقنا. الاتهامات خلصت؟ كفايه عليك كده النهارده. الدفاع اتفضل. سيد الرئيس، أنا مرسي إبراهيم المحامي حاضر عن مرسي إبراهيم المتهم. سيد الرئيس، إن موكلي بريء من كل التهم المنسوبة إليه. فبالنسبة لتأخره عن الموعد كما جاء في التهمة الأولى فذلك بسبب ظروف عمله. وهيئة المحكمة كلها عيون جميلة، كلها نظر، وتعلم ضباط البوليس وظروف عملهم. أما بالنسبة للتهمة الثانية فإن موكلي لم يقصر في طلب يد حبيبته. وكيف يقصر وهي كل أمله في الحياة؟ والدليل على ذلك أنه سوف يفاتح والده فورا في هذا الموضوع ليقوم بدوره بمفاتحة والد خطيبته. فبعد كل هذا الإيضاح
هل ترون سيادتكم أن موكلي يستحق أي عقاب؟ أم أنه يستحق قبلة ملتهبة من شفايف عدالتكم؟ من خدود عدالتكم؟ الله، ده أنا على كده بقى واد مقنع قوي. اهلا، مساء الخير يا بابا. مساء الفل. ايه يا عمر؟ رحت المطعم قالوا لي ما جاش النهارده. لقيت نفسي تعبان قلت اريح. ايه مالك؟ تحب اجيب لك دكتور؟ لا لا لا، دكتور ايه؟ المساله مش محتاجه. خلاص يبقى نلعب عشا طاوله. والمره دي يا عم لو كسبتني هعزمك على العشاء في مطعم شيك جدا. وهنتعشى على حساب صاحب المخل. اصلي صاحب المخل ده صاحبي جدا ودايما يوكلني بلوشي. لا معلش، خلي طاوله. لا بكت ايه؟ لازم العبك دلوقتي. المرة اللي فاتت كنت انا تعبان واصريت العادي، ولما كسبتني فضحتني في وسط كل زمايل الظباط. دلوقتي لازم اخد بطاري. يا ريت يا ابني الناس كلها تنسى حكاية الطردي وتسيب الملك للمالك. ايه لزوم الكلام ده دلوقتي يا بابا؟ لا مفيش. يلا نلعب الطاولة. اياك تورس الظهر. انا برضه اللي بقرص ابو خليل. لا 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 لا، شغلل. دكتور نومك تقيل بشكل. والنبي ما انت قايم، خليك مستريح. وبعدين تقوم ليه؟ ما انا هخليك نايم على طول. امين وعايز ايه؟ مش فاكرني يا دكتور؟ يا خساره. يا ترى عينيك هي اللي ضعفت ولا ذاكرتك؟ أنا باختصار يا صاحبي مندوب عزرائيل جاي ياخد الأمانة وامشي على طول. أمانة إيه؟ أنت عايز تقتلني ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ عملت لك إيه؟ عملت لي كتير قوي، وكل حاجة من اللي عملتها تستاهل عليها أبشع موتة. بس أنا هكون أكرم منك، هحاسبك جملة مش أصعب. لا بلاش.
كتر شقلك نفوخك. لا 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 قابل معروف، قابل معروف. نايم وحطت مسدس تحت مخدتك، عارف انك ظالم وخايف من الناس اللي ظلمتهم. العقوبة ايه؟ تعرف دلوقتي هعمل ايه؟ اعمل معروف ما تموتنيش، انا راجل غلبان وفي حالي. لو كنت عاوز فلوس، في فلوس في دولاب كتير، خد اللي انت عاوزه، خدهم حتى كلهم، بس سيبني اعيش. وليه ما سبتنيش انا اعيش؟ ليه ما سبتش مراتي تعيش؟ مراتك؟ ايوه مراتي، مراتي اللي ساعدت في هتك عرضها مع الكلاب اللي زيك، ورميتني في السجن 25 سنة بشهادة زور، شهادة نسيت فيها ضميرك، نسيت فيها الحلفان اللي حلفته يوم ما قالوا لك مبروك بقيت دكتور. يا دكتور يا نجم طيب، الوينش جابر، الوينش جابر. ايه اللي في الازازه دي يا جابر؟ بنزين. ها؟ مش انتوا يا دكاتره لما بتلاقوا ورقه في حته وما بتعرفوش تعالجوه بتحرقوها؟ جابر انا بقى هخلص البلد منك. جابر لا يا جابر، جابر لا يا جابر لا، واطهر مهنه الطب من شرك. حرام عليك يا جابر، حرام عليك، وكمان عشان تتعود على نار جهنم. حرام يا جابر حرام، قبل ما تتفاجئ بيها في الاخر. لا يا جابر لا جابر جابر لا يا جابر جابر لا، حرام عليك حرام عليك جابر لا. هتعمل ايه تاني يا جابر؟ جابر لا لا يا جابر، حرام عليك يا جابر، حرام عليك. يا مرسي افتح بيت يا مرسي، نفسي اشوف لك عيل يا مرسي. ولحد دلوقتي يا ابني بقول لك نفس الكلام. ايه رايك بقى ان مرسي سمع كلامك؟ اتجوزت يا مرسي؟ لا مش للدرجه دي يا ابو مرسي. انا اقدر اعملها من وراك. لا هو انا حاطط عيني على بنت حلال، هتعجبك قوي، واهلها ناس كويسين جدا. الحمد لله يا ابني، هو ده المطلوب. قول لي بنت مين؟ ده ابوها. بعد اذنك رد على التليفون. الو، ايوه ايوه انا. ايه مش معقول. طيب 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 انا جاي. خير يا ابني؟ في جريمه بشعه حصلت في العجمي. جريمه ايه؟ واحد حرق دكتور. والدكتور ده اسمه ايه؟ لسه ما عنديش تفاصيل، بعد اذنك يا بابا. استر يا رب.
اهلا يا مرسي. تمام يا فندم. عملت معاينه؟ شيء فظيع مش كده؟ جدا يا فندم. واضح ان الجريمه مش بهدف السرقه زي ما كنا متصورين في الاول. انت طبعا فاهم ان المجني عليك كان دكتور معروف في البلد، وعلشان كده الراي العام هيتابع اخبار الجريمه اول باول، وده معناه انك لازم تقبض على المجرم باسرع وقت ممكن. اطمن يا فندم، انا مفيش جاني يفلت مني ابدا. انا عارف. مساء الخير يا بابا. اهلا يا مرسي. مين الدكتور اللي انت قتله؟ انت مهتم بالقضيه دي قوي يعني. لا اصلا حاسه غريبه قلبت دماغي. ده دكتور معروف قوي اسمه نزيه امين. نزيه امين؟ انت تعرفها يا بابا؟ لا ابدا. ويا ترى كان فعلا نزيه وامين ولا مجرد اسم زي بقيه الاسامي اللي بتداري وراها بلاوي؟ المهم في الموضوع مش اسمه، لكن الطريقه البشعه اللي القاتل ارتكب بيها جريمته. تصور يا بابا، ربط الدكتور في السرير بكلبش ملاحه بنستخدمه في البوليس، ورش عليه بنزين وحرقه. مجرد معاينه الجريمه كان شيء صعب جدا، وده يديك صوره قد ايه القاتل ده انسان متوحش. انتوا عرفتوا القاتل؟ لسه، بس اعتبره وقع خلاص. ايه؟ هو ساب وراه اي حاجه تبين شخصيته؟ لا هو ما سابش، بس من سوء حظه انهم كلفوني انا بالتحري عنه والقبض عليه. انت عارف بقى مرسي اما يحط دماغه في حاجه. مش معنى انت اللي اختاروك؟ ما انت عارف ان كل الحوادث المهمه لازم تجيني. انت شاكك في قدرات حبيبك ولا ايه؟ مرسي يا ابني، انت اكيد لاحظت ان انا النهارده تعبان شويه. اه فعلا. فكرت اسافر فسحه صغيره اسبوعين ثلاثه في اي بلد عربي من اللي انت رحتهم معايا وانت صغير. يمكن تغيير الجو يريحني. فكره هايله ولازم تعملها من بكره. علشان انفذها ليا شرط. ايه؟ عايز فلوس سلف؟ قول قول ما تكسفش. انا سداد من جنيه لنص جنيه. انا بكلمك جد دلوقتي ما بهزرش. اتفضل قول. علشان اسافر لازم سيادتك تبقى معايا رجلي على رجلك. راح قلبي مين يكره الفسحه، وخصوصا لما تبقى ببلاش. بس انا لسه حكي لك على القضيه الخطيره اللي حطوها في رقبتي لله دي، ما اقدرش اعتذر عنها. يا اخي يا البلد ما فيهاش ضباط غيرك يدوها لاي ضابط تاني. القضيه دي باين من ريحتها انها قضيه خطيره، وانا متاكد اني لما اخلصها واقبض على القاتل هاخد فيها ترقيه استثنائيه. هتبقى اسوأ واتعس ترقيه خدتها في حياتك. ليه بس يا بابا؟ خلاص بلاش حكايه الترقيه. بس حضرتك عارف ان الاجازات بالنسبه لي صعبه. الداخليه ليها نظامها. وبعدين انا عمري ما شفتك عصبي بالشكل ده. ايه الحكايه؟ معلش يا ابني انا اسف، اعصابي تعبانه شويه، سامحني. اهو كلمه سامحني دي زعلتني برضو. عليت صوتي عليك وانت النهارده ما شاء الله ظابط قد الدنيا. يا رأي يا ابو مرسي، ده انت ترفع عليا صوتك وايدك ورجلك كمان. ده انت ابويا يا حبيبي. تحب اجيب لك البطاقه عشان تتاكد بنفسك؟ لا 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 لا، انا عايز مجهود اكبر وتركيز اكبر. الانتخابات ما فاضلش عليها غير ايام محدوده يا رجاله. اطمن يا بيه، كله تمام واهل الدايره اخر تمام. ايوه بس انا عايزكم كلكم تعرفوا ان الايام دي غير الايام اللي فاتت. الايام اللي فاتت كنا بننجح بالتزكيه وكنا مريحين دماغنا. دلوقتي رجعوا لنا الاحزاب ودخلنا في وجع الدماغ. ادي اللي خدناه من الديمقراطيه. الو، اهلا يا اوصي بيه. مصيبه كبيره يا سالم بيه. الدكتور نزيه قتلوه بيته. بتقول ايه؟ يا خبر اسود. لا حول ولا قوه الا بالله. هتقول ايه يا اوصي بيه؟ المؤمن دايما منصاب. لا 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 لا، جنازه ايه اللي هحضرها دلوقتي؟ انا مشغول وعندي انتخابات. انت عرفتني يا اوصي، انا مصلحة الجماهير عندي فوق كل اعتبار. لا لا لا، البركة فيك انت. لا انت تشوف هم هيعملوا ايه وتحل محلي. اخبار وحشة، اخبار وحشة في ساعة الليل. عرفت يا مرجوع. عرفت؟ ويا ترى مين اللي عمل كده في الدكتور؟ احنا
أنا عارف. يكونش حد من العيانين بتوعه، بس هو كان بيعمل عمليات غلط وكتير ممنوعة. ألو. أيوة. المعلم القوصي، مش كده؟ أيوة أنا القوصي بيه. مين اللي بيتكلم؟ محدش غريب يا معلم. أنا مندوب عزرائيل. عايز أقول لك لو وراك حاجة مهمة، الحق اعملها بسرعة، لأن قضاك هينتهي الليلة. وبالمرة وحياتك لو برقوقة عندك قول له يجهز نفسه هو كمان. ده لمصلحتك، عشان تلاقي حد يسليك في السكة وانت رايح جهنم. ألو. في ايه؟ سعادتك فين؟ بقول سعادتك فين؟ حصل ايه؟ واحد بيهدد انه هيقتلني النهارده برقوه. قتلك؟ وبيقول هيقتلك انت كمان معايا. سويت سعاده البيت ده بتتكلم جد ولا بتهزر؟ صوته مش غريب عليا، بس مين هو؟ مين هو؟ مش مهم دلوقتي مين هو، المهم هنعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ما تثبت يا واد، انت جننت؟ اثبت ايه يا سعاده البيت؟ امبارح الدكتور نزيف الباي باي، والنهارده واحد بيتصل بالتليفون وبيهددنا بالقتل لو انت، وتقول لي اثبت؟ مفيش مخلوق يقدر يهرب ناحيه الفيلا. واذا حصل وحد هوى ونفذ تهديده هتبقى تعتزلني في الاخره. هعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ سافر يا سعاده البيت النهارده دلوقتي حالا. ايه؟ نسافر؟ نسافر فين؟ اي حته في بلاد بره، لغايه البوليس ما يعرف مين اللي ورا الحكايه دي ويقبضوا عليه. باسبورك معاك؟ في البيت. روح هاته بسرعه على بال ما اجهز نفسي. ربنا خليك يا سعاده البيت. في عود كبريت تولع لي بالسيجاره؟ زمان وانت فقير كنت اكرم من كده. في ثانيه واحده ولعت النار في جسمي وعقلي وقلبي، قتلت مراتي
وحرقت 25 سنة من عمري، والنهاردة لما بقيت غني مش عايز تولع لي السيجارة. كادر ما انت فاكر اهو. اذا قلت جوع الشغل انا ماليش ذنب في اللي حصلك. هم اللي خلوني، هم اللي خلوني اعمل معاك كده. انا لعبه في ايديهم طول عمري. ما انت عارف. تعرف يا برقوقه، انت طلعت اجدع واحد فيهم كلهم. ربنا يصبر اصلك. اول ما بقى معاك فلوس نقيت اعلى عماره وسكنت فيها، وفرت عليا مصاريف الشحن والنقل والتفريخ. شحن ايه؟ شحنك انت طبعا، وانا اصلا جاي عشان اشحنك يا برقوقه. انت عاوز تعمل في ايه يا معلم جابر؟ اذا كان عليا عايز اعمل فيك حاجات كتير. انا هحط ايدي في المخله واشوف حظك هيطلع ايه. غريبة، كل ما اروح ازور واحد منكم احط ايدي في المخلة يطلع فيها كلبش. العين والسن بالسن والباقي اظلم. في علاقة بين جريمة الدكتور وجريمة دلوقتي. وإيه اللي خلاك تفكر كده؟ الدكتور اتحرق وهو مربوط في السرير بكلبش، وقتيل دلوقتي هو كمان مربوط بكلبش. وجماعته المعمل الجنائي أثبتوا إن كان في آثار مادة لاصقة حوالين فم الدكتور، وده نفس الشيء اللي كرر النهاردة. فعلا يا مرسي، 100% في علاقة بين الجريمتين. وأنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ من جواز سفر المجني عليه عرفت إنه كان شغال في شركات المليونير القوصي عبد السلام. مش هو ده بتاع الاستيراد والتصدير؟ ده بتاع كله يا فندم. يبقى نتصل بيه فورا ونعرف منه كل المعلومات عن المجني عليه. هو ده اللي هعمله بعد اذن سيادتك. اتفضل. واحد رماه من الدور ال 15 يا سعادة البيه. يا نهار اسود، الدور ال
وحشت. يعني دول على يالي. تليفون فين؟ هو جنبك راسي على التليفون. أنا حياتي في خطر. لازم أبلغ البوليس. يدخل الفيلا اي غريب اضربوه بالنار. انت مين؟ ما تخافش. مباحث. الحمد لله. عرفنا ان حياتك في خطر فجايين نحميك. هو في ايه بالظبط؟ في واحد خرج من السجن وجاي يقتلك. اسمه جابر. جابر؟ جابر الونش. جابر الونش؟ ايوه جابر الونش ده مجرم كبير، مجرم خطير. قتل مراته قبل كده. لازم تقبضوا عليه، لازم تعدموه. لسه بعد السنين دي كلها مصر انه مجرم. وقتلت مراتي يا قرشي. جابر! جابر! انا مش قلتلك اني هلبسك الحديد في ايديك وهقتلك؟ شفت ان جابر هو ما اتغيرش، بيحترم كلمته مهما طالت السنين. ارمي المسدس، ارمي المسدس. ما توديش نفسك في داهية يا جابر. هي أكتر من اللي كنت فيها 25 سنة. أرجوك يا جابر، أرجوك ارحمني. شوف يا أخي، نفس الكلمة قالها نزيه وبرقوقة قبل ما يشوفوا الموت بعينيهم، وأكيد سالم بيها يقولها قبل ما يحصلكم. ارحمني. أرحمك. وانتوا ليه ما رحمتوش مراتي قبل ما تغتصبوها؟ ليه ما رحمتوهاش قبل ما ترموها من فوق السطوح؟ ليه ما رحمتوش ابن الطفل وانتوا حاطين السكينة على رقبته؟ هتعمل ايه يا جابر؟ مش هقتلك بالساهل يا أوصي. اقلع. دعم. اقلع هدومك كلها. حد. 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 حد.
حد فيكم يعرف الراجل يا اسمع لحدك انت وهو مين؟ نقيب مرسي ابراهيم مباحث نزلوا السلاح ده القوس يبقى موجود؟ موجود فوق قول له ظابط المباحث عايزك حاضر يا بيه فوق يالا تعرفوا الواد ده؟ شغال معانا ايه اللي جرالك يا توخي؟ جرس الباب ضرب فتحت اشوف مين لقيت واحد طبق على نفس المنزل مدريتش باللي حصل لي بعد كده اكيد حد دخل البيت الحق يا رجاله قلت منهم مقفوله من جوه والبيه ما بيردش ورايا اي حد هيفتح الباب هيتبعك افتحوا لك اللي كنت في المقابر صح انت اللي كنت هناك مظبوط انت مين انا الزمن يا ابني رجعتي من سجني عشان اكمل دوري في الحياه خليك مكانك لا يكون فيك حاجه مكسوره انا هقوم اطلب لك الاسعاف عشان يقولك حالا ولما قلبك فيه رحمه بالشكل ده ليه بتعمل كل الجرائم دي حساب قديم بصفيه عشان ارضي ناس ماتت وكمان عشان اريح قلبي قبل ما اموت انا عرفت من الجرايد ان القضيه معاك صدقني يعز علي ان اول قضيه ما تنجحش فيها أكون أنا السبب بس هانت فاضل واحد وتخلص مهمتي خلي بالك من نفسك وربنا معاك
عارف لو كانت الطلقة دي أصابتني كنت هتفضل تبكي وتحزن كل الأيام اللي باقية من عمرك. أنا مش عارف بضعف معاك ليه. بعدين هتعرف. عشان تقبض عليه او تقتله، وبالرغم من كده لما لقاك في ازمه رجع وعرض حياته للخطر علشان ينقذك. هو ده اللي حصل يا فندم. انسان غريب في قوه وشراسه وفي نفس الوقت في احساس تاني مش قادر افهمه. لازم نعرف هو مين، والشخص اللي لسه حياته مهدده ده يبقى مين. دي الساعات اللي افرج عنهم اخيرا. متشكر يا فندم. هو ده يا فندم. تعرف ان في شبه كبير جدا منك يا مرسي. يا فندم انت كده هتلبسني قضيه. قصدي اقول يعني علشان الشبه الكبير ده يمكن بيحبك وانقذ حياتك. هنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ عموما اطلع انت على المكتب وانا هروح حفظ القضايا اطلع على قضيته. يمكن منها نعرف اسم الشخص اللي قال لك انه عايز يقتله. مؤاخذة يا دكتورة. نعم. أنا الشيخ عبد ربه إمام المسجد اللي على الإمة. أي خدمة؟ مراتي تعبانة قوي وأرجوكي تيجي تشوفيها. أيوة بس معلش أصلها ست كبيرة وما أقدرش أنقلها. والبيت قريب من هنا. وانا تحت امرك بكل طلباتك. انا ما قصدتش الفلوس بس على العموم اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انت الشافي يا رب. انت العافي يا رب. انت الشافي يا رب، انت العافي يا رب. ما قلتليش هي عيانة عندها ايه؟ مرض قديم يا بنتي بقاله 25 سنة. ايه؟ وسايبها كل المدة دي من غير علاج؟ كله بأوانه. هو الشافي، هو العافي. انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجة. يا مؤاخذة يا بنتي أنا قصدي شريف. Thank you.
يا حسن، جبتني هنا ليه؟ عشان احرق قلبه زي ما حرق قلبي 25 سنة. تقصد مين؟ ابوكي سالم بيه يا دكتورة. بابا، بابا عمره ما اذى حد، بابا طول عمره بيخدم الناس. تحبي تعرفي خدمته ليا كان شكلها ايه؟ مش داعي احكي لك عن عذاب المظلوم داخل حيطان السجن. شيء فظيع مش ممكن تتخيليه. الشيء الوحيد اللي كان بيريحني لما كانوا بيطلعونا الجبل نكسر الحجاره، كنت بتخيل كل ضربه فاس من ايدي نازله على رقبه واحد منهم. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول فعلا انا شفتهم مع بابا، لكن اقسم لك بالله ما سمعت حاجه ولا اعرف حاجه عن اللي انت بتقوله ده. اللي يقدر يخدع اهل دايرته الانتخابيه من يوم ما بدا يرشح نفسه ويتظاهر قدامهم بالشرف والنزاهه والعدل والامانه، سهل عليه انه يخدع بنته. مش عارفه اذا كان المفروض اقول لك ولا لا. تقولي لي ايه؟ كان عندي 5 سنين لما ماما انفصلت عني، كانوا دايما على خلاف مع بعض، خدتني معاها وعشت وياها 15 سنة، وبعد ما توفت كان لازم ارجع واعيش معاكي. انا مش بقولك كده علشان اثبت لك اني بريئة ولا ماليش ذنب، لا، بس هي دي الحقيقة فعلا. حسيت اني عايزة اقولها لك بعد كل اللي سمعته منك. استني. صورة مين دي؟ ده خطيب. خطيبك؟ تقريبا مخطوبين. كان المفروض يجيب والده ويجي يخطبني من بابا، لكن في ظروف أخرته. قصدك انشغاله بيا؟ أنت تعرفه؟ كلفوه بالقبض عليا. في بينا حساب كبير مش عارف هيحصل فيه ايه. ارجوك ارجوك ما تحاولش تاذيه. اللي بيعمله معك ده غصب عنه لانه وظيفته كده. خايف عليه قوي، مش لاني بحبه، بس لانه فعلا انسان ويستاهل كل خير، ده عمره ما اذى حد. وبعدين معاك يا زمن، ناوي معايا على ايه ولا ايه؟ سنين طويلة وانت بتلعبني. ايه ده؟ دم نازل من دراعك؟ واحد من رجالة القوصي حب يسيب لي تذكار، ما رضيتش اكسفه وقبلت الرصاصة منه. انت دايما كده بتسخر من كل حاجة في كلامك. الدنيا يا بنتي هي اللي بتسخر مننا، صدقيني احنا كلنا لعبة في ايديها. طب احنا لازم نروح المستشفى عشان نشيل الرصاصة من دراعك. مستشفى ايه يا دكتورة؟ الكلام ده تقوليه لواحد بائع على الدنيا، لكن انا خلاص. طب اقل ما فيها حدي لك حقنة عشان تطهر الجرح. Yeah.
بعتلي يا فندم؟ ايوه يا موسي تحت امرك. من فضلك اقفل الباب. انا اطلعت على دوسيه القضيه. اتفضل اقعد. ويا ترى سيادتك توصلت للشخصيه اللي عايز يقتلها؟ تقريبا، واتخذت اللازم لحمايته، بس مش هو ده المهم. امال ايه يا فندم؟ وقائع القضيه بتقول ان المجني عليهم كلهم شهدوا في المحكمه ان جابر قتل مراته مع سبق الاصرار. واحد بس اللي شهد لصالحه في القضيه، لكن الادعاء والمحكمه ما اهتموش بشهادته، لانه كان معروف انه زميل جابر واعز صديق ليه. وده مين يا فندم؟ والدك الحاج ابراهيم. لكن الأخطر من كده يا مرسي، لو ثبت إن والدك عارف اللي بيحصل وساكت، هيبقى مشترك معاه في الجريمة. أفندم أنا مش عارف أقول لك إيه. جايز والدي كان يعرفه زمان، لكن دلوقتي ما يعرفش عنه حاجة. أنا معاك إن ده كمان محتمل، ولأني بثق فيك زي ما بثق في نفسي، عايزك تستفسر من والدك. إحنا في أشد الحاجة يا مرسي لأي معلومات تساعدنا في القبض عليه. أنت طبعا فاهم ومقدر خطورة الموقف. طبعا يا فندم. عن إذن سيادتك. عملته ده؟ ما كنت سبتهم لربنا ينتقم منهم. المصيبة الكبيرة اللي انت ما تعرفهاش ان من بين ضباط البوليس كلهم اللي في الجمهورية ما يختاروش الا ابنك مرسي ويكلفوه بالقبض عليك حتى لو اضطر يقتلك. التعليمات كده يا جابر. حاولت كتير ان امنعه عن قضيتك ما قدرتش، لدرجة ان في لحظات كنت عاوز اقول له ان اللي بتطرده ده يبقى ابوك. ياما كنت عاوز اقول له الحقيقة المرة كلها، ما قدرتش يا جابر. قتلوا مراتك ورموها من فوق السطوح ولبسوك القضية ظلم. Thank you.
النهارده ذكرى وفاة والدتك. قد ايه كان نفسي اضمك لصدري واحضنك من زمان. من النهارده مش هبعد عنك لحظه واحده. ان كان علي انا يا ابني مش عايز اسيبك ولا ابعد عنك، لكن ورايا مشوار مهم مش هستريح الا اذا عملته. اذا كنت تقصد سالم فده حسابه معايا انا. لا يا ابني خليك بعيد، انا خلاص ايدي بقت متعصه دم وطريقي بقى مسدود، لكن انت المستقبل لسه قدامك. انا كل اللي عايزه منك يا مرسي حاجه واحده، خدامك في كل اللي تؤمر بيه. يوعدني لما اموت تدفني جنب امك وتبقى تزورنا من وقت للتاني، ووعد سيئ لابوك ابراهيم، ده اوفى الناس يا ابني. وفي حاجة تانية، ما تحاسبش وفاء على غلطة أبوها، هي ملهزة. أنت شفتها؟ وعملت لي أحلى كوباية شاي شربتها من يوم ما ماتت المرحومة، من غير ما تعرف أنت تبقى إيه بالنسبة لي. خلي بالك من نفسك. أشوفك إزاي؟ سيبها للظروف. سالم بيه، في ايه؟ انا شرحت لسيادتك الموقف بما فيه الكفايه. ما اقدرش يا حضره الضابط، انا لازم اخش اقول الخطاب بتاعي، ده اهم خطاب ليا قبل الانتخابات. ايوه بس حياتك في خطر. ما انت حضرتك موجود ورجالتك معاك، واجيبكم انكم تحموني، هي دي مهمتكم. احنا هنحميك بقدر استطاعتنا، بس لازم تعرف ان في ناس كتير جوه الصوان، وممكن جدا القاتل يكون قاعد بينهم. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، انت بترعبني يا اخي، بترعبني ليه؟ انت عايزني اخش قصاد الناس دلوقتي وانا مرعوش؟ يقولوا عليا ايه؟ المرعوش اهو. انا مش برعبك ولا حاجة، انا يا دوب بشرح لك الموقف وسيادتك صاحب القرار الاخير. شوف يا حضرة الضابط، انا هخش حشوط الخطاب بتاعي في جملتين وهختفي من هنا. خلاص امرك يا سالم بيه. أعاهدكم كما كنت دائما صادقا وفيا لكم، مخلصا ومضحيا من أجلكم. الشرف شعاري والحق سلاحي
والإخلاص رائدي. سالم بيه 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 مكانك مش هنا يا حضرة الضابط. تعال معايا. يا فندم انا سبت استقالتي على مكتبك. وانا قطعتها. وده معناه انك لسه ضابط مباحث ولازم تسمع اوامري. يا فندم ارجوك يا مرسي ما تعقدش الامور اكتر من كده. في حاجات كتير سيادتك ما تعرفهاش. انا عرفت كل حاجه من الحاج ابراهيم. ومقدر شعورك. تعال معايا. من فضلك يا مرسي ما تحرجنيش اكتر من كده. وده مش مكان نتفاهم فيه. تعال معايا. يا فندم اللي عمله ده شيء فظيع. حرام نسيب واحد زي ده يعيش وسط الناس يخبرهم بكلامه في الوقت اللي هم بيسقفوا له بيهتك اعراضهم وبيسلبهم ادميتهم. لازم يموت لازم. الاكل مش هو الوسيله الصحيحه لتحقيق العدل في اي مجتمع. والرغبه في الانتقام يا مرسي الشيطان دايما هو اللي بيغذيها جوانا وعمرها ما حققت اي مكسب لاي انسان. وانت راجل قانون عارف ده كويس. بس الست اللي اغتصبها تبقى امي والراجل اللي ضيع عمره في السجن يبقى ابويا. بعدين انا انسان قبل اي شيء. وانا علشان عارف انك انسان بخاطب فيك عقلك قبل عواطفك. والعقل بيقول ان انسان زي ده قصدي حيوان زي ده لازم ياخد جزاءه بالقانون. ثم انت سبت لي استقالتك ونسيت تسيب لي سلاحك. السلاح ده مرسي ميل بيحمي ما يختلش. اتفضل تعال معايا نحمي ابوك من ارتكاب جريمه جديده. اتفضل. Thank you.
أبوي Thank you.